بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العربي الأمين، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. هذه هي الدفعة 9 لمديرية الأوقاف الغربية من وزارة الأوقاف، 4 طن لحوم أضاحي لتوزيعها على مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية. ونحن نقوم أيضا على إمداد المجلس القومي للمرأة وجمعية الصم والبكم الغربية وكل الجمعيات التي تساعد في نشر البسمة والسعادة على شفاه أهل الخير بإذن الله تبارك وتعالى. وعملا بتعليمات معالي الدكتور الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة بنشر الأمل وبمساعدة أهل الحق، فنحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بنقوم بتوزيع 4 طن لحوم أضاحي لمحافظة الغربية. بيشرفنا الدكتور خالد عبد السلام من وزارة الأوقاف، وبيشرفنا بإذن الله تبارك وتعالى أهل الخير بإذن الله. نسأل الله إن ربنا يجعلها في ميزان حسنات أهل الخير جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، بفضل الله وبحمده وصلت اليوم الجمعة 4 من سبتمبر عام 2020 سيارة اللحوم المحملة بثلاثة من أضمان اللحوم إلى مديرية أوقاف البحيرة لتوزيعها على مستحقيها إن شاء الله. ونحن في هذه الظروف نناشد المسلمين والمصريين أن يساهموا في هذا المشروع إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلت اليوم الجمعة 4/29/20 العربة المحملة بلحوم صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف المصرية لمديرية أوقاف الفيوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. وهذه هي المرة 6 التي تأتي يعني السيارة محملة باللحوم لتبلغ يعني جملة ما وصل إلى المديرية إلى الآن 20 طن من اللحوم وزعت وتوزع على الأسر الأولى بالرعاية مع الحرص الشديد على المحافظة على كرامة كل مواطن. وتحيا مصر وشكرا والسلام عليكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد وبعد. حقيقة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هو يصر على أننا لا نتصرف تحتنا، وإنما أن نكون تحت إشراف معالي الوزير المحبوب سيادة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الذي حفظت الشرقية بأخلاقه وبعلمه وبأدبه، فهو رجل يعني ذو سمعة طيبة. فنحن نأتي في كل مرة لكي نوزع هذه اللحوم عن طريق معاليه. وبمناسبة أعياد الشرقية إن شاء الله كنا بنصلي اليوم مع سيادة المحافظ مع وزير الشباب والرياضة، وإن شاء الله من عيد إلى عيد في عهد رئيسنا المحبوب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله. وليتفضل سيادة الوزير المحافظ ليتحدث عن إنجازاته وعن إنجازات المحافظة. كل سنة وحضراتكم طيبين. إحنا طبعا بنشكر معالي الوزير على الوجود الكبير الموجود عندنا داخل المحافظة الشرقية تحت رعاية السيد وكيل الوزارة الشيخ الطبيب حبيبنا كلنا وصاحب المجهود الوافد والعلم. يعني انا عايز اقول ان هو وبعدين توزيع الاضاحي في لسادس مره قبيله الدكتور وزير الاوقاف اللي بعتلنا طبعا هذا الكرم وهذا المجهود ان شاء الله يستمر.